الخروب، لن تتخيل أبدا فوائد الخروب. إنه بمثابة صيدلية طبيعية سيراتونيا أتيبا، والمعروفة أيضا بشجرة الخروب. هي شجرة دائمة الخضرة ومزهرة، تنتمي إلى فصيلة البقوليات وعائلة البازلاء، وهي في الأصل من شرق البحر المتوسط. وللخروب فوائد صحية عديدة سوف نتعرف عليها خلال هذا الفيديو. أولا، الحفاظ على مستوى السكر في الدم بسبب احتوائه على الألياف الغير قابلة للذوبان في الماء، حيث أن الألياف تساعد على ربط الجهاز الهضمي وبالتالي تعزيز وظائف الأمعاء. ثانيا، تقليل نسبة الكوليسترول في الدم. يساعد الخروب على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك بسبب احتوائه على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة مثل الليجانين والكلوروفينول التي تربط الأحماض بالمعدة، وكذلك الكوليسترول تسهل خروجه من الجسم عن طريق الإفراز دون امتصاصه. ثالثا، محاربة مرض السكري. قرن الخروب يحتوي على بذور تنتج مادة لزجة تعرف باسم التريكسول، الذي يقوم بتسخين الأطعمة مثل الكريمة وكذلك الصلصات، ويستخدم كعامل استقرار وتكثيف الأطعمة. رابعا، مضاد للسرطان. وجدت الأبحاث أن الخروب يحتوي على 24 مركبا من مركبات البروفينول التي تتألف من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة. خامسا، الخروب غني بالمواد الغذائية، لأن الخروب يحتوي على مختلف المواد الغذائية مثل فيتامين إي وبي وبي 1، وغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من تعصب للجلوتين لأنه خالي من الجلوتين. كانت هذه من أبرز وأهم الفوائد للخروب. شكرا على الاستماع.